به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم على قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم التي ترد إلينا عبر أرقام الهواتف الآتية، وهي 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. ويمكنكم التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. وهذا سؤال من الأخ برلين برلين، يقول: أنا جبت عامل يحفر ويصب الماجن، تخالفت أنا وياه، قلت له عدي ومعطيته عدته حتى عمل يده، معطيته شن الفتوى فيه؟ المشكلة ليه سنتين ومرات مش قاعد في ليبيا. يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإعطاء الحقوق إلى أهلها، والله عز وجل قبل ذلك أوصى في كتابه. هذا الأجير الذي استأجرته وأنجز العمل الذي اتفقت عليه معه يستحق الأجرة كاملة إذا أدى ما طلبته منه. إذا كان فيه نقص بسيط يعني من العادة حدوثه، فهذا لا ينقص من الأجرة شيئا، يجب عليك أن تعطيه الأجرة كاملة. أما إذا كان يعني أما إذا اتفقتما على فعل شيء معين فلم يفعله بالصورة المطلوبة المعتاد فعلها عند العمال، ولا يعني ترتب عليه خسارة كبيرة، هذاك يعني تشوف كم أنجز من العمل وكم المقدار، ثم تخصم من القيمة. مثلا هو خدم خدمة، لو جبت مهندس يقول لك والله هي معقولة لكن فيها نقص جوانب كذا وكذا، تقول للمهندس هذا كم ينقص من حقه؟ يقول لك هذا تنقص من الأجرة كذا وكذا، فتنقص له من الأجرة بمقدار ما أفسد. لكن إذا كان يعني من العادة حدوث مثل هذا الشيء فيستحق أجرته كاملة. وأنت الآن يا أخي الكريم اختلفت معه، مفروض احتكمتما إلى أهل الصنعة ولا إلى شيخ في الشرع فيفصل بينكما. أما تقول له برا وتأخذ عدة وما تعطيش حقه، هذا من الظلم العظيم، وهذا دين يعني له في رقبتك، أنت مطالب به، يجب عليك أن تتحرى وتبحث وتحاول بشتى الطرق. كان تعرف اسمه تمشي لسفارة بلده، أو كان تعرف وحدين كانوا يتردوا عليه من العمال تمشي لهم حتى تضمن إيصال المال له والعدة أو ثمن العدة إذا كان بعتها. لكن إذا استنفذت جميع الوسائل ولم تستطع الوصول لهذا الشخص وإيصال المال له، فتصدق بحق الأجرة وحق العدة، تصدق بها عنه، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنك. وهذا سؤال من الأخ وسام حمزة، يقول: السلام عليكم، ما حكم العمرة من مسجد السيدة عائشة؟ الأصل عندنا في المذهب أن العمرة لا تكرر في السنة أكثر من مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في العام أكثر من مرة، يعني عمرة واحدة في العام كفاية. لكن إذا ترتب خروج للمعتمر، كأن كان بيمشي للمدينة ثم يرجع إلى مكة، أو حصل له عمل فخرج من حدود الحرم ثم أراد الرجوع، هنا نقول ما إذا فات يعني الميقات، إذا جاوز الميقات فلا يجوز له دخول مكة إلا محرما. فهو في الأصل صحيح لا يتعمد أن يكرر أكثر من عمرة في العام، لكن إذا خرج تجاوز الميقات، إذا جاوز الميقات ثم أراد أن يرجع إلى مكة فلا بد أن يرجع محرما بعمرة. هذا
يعني لم يتعمد أن يكرر العمرة، ولا هو كان اعتمر ثم ذهب إلى المدينة ثم أراد الرجوع إلى مكة فيرجع بعمرة أخرى ولا كراهة فيها، بل الواجب عليه أن لا يدخل مكة إلا محرما. أما تكرار العمرة كثيرا من مسجد سيد عائشة يعني هو في مكة ولا حاجة له إلى الخروج خارج الميقات، ولكنه يذهب إلى الحل إلى مسجد سيد عائشة ثم يعود بعمرة وهكذا يكررها كثيرا، فالأولى له الإكثار من الطواف والعمل الصالح ولا يكرر العمرة بهذه الطريقة. وهذه سائلة تقول: قريبة لي تجيد الرسم جدا ومولعة به للغاية، وأكثر ما ترسمه هو أشخاص تعرض في أفلام الكرتون للأطفال والشباب، وتسأل عن الآتي: 1- ما حكم الرسم باليد سواء بالقلم أو الريشة لصورة حيوانات أو صورة بشرية؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن التصوير المحرم المنهي عنه هو النحت، يعني إذا نحت الإنسان شيئا وصار له ظل هذا يدخل في التصوير المحرم، أما فيما عدا ذلك من الرسم وغيره فلا يدخل في التصوير المحرم، رأى هذا بعض أهل العلم. وبعضهم يعني رأى من مجموع أحاديث التحريم أن علة النهي هي تحدي خلق الله عز وجل، فقالوا كل ما كان فيه تحد لخلق الله عز وجل وبذل الإنسان وسعه لمشابهة خلق الله فهو يدخل في التحريم، يدخل في التصوير المحرم. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل يقول: فمن أظلم من، في الحديث القدسي: فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وفي روايات يقول لهم: أحيوا ما خلقتم، ولا يستطيعون، يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، فلا يستطيعون ذلك. فالتحدي الموجود في النحت هو موجود أيضا في الرسم، كما أن من نحت ينسب له النحت كذلك من رسم يرسم له الرسم ينسب له الرسم، فيقال هذه نحتها فلان وهذه رسمها فلان. أما التصوير بالآلة الفوتوغرافية هذه فلا ينسب فيه التصوير لمصور، بل يقال هذا فعل الكاميرا التي حبست الظل، فليس فيه تحد لخلق الله. أما الرسم فمختلف فيه، والأولى ألا ترسم ملامحا في الوجه، وألا ترسم ملامح في الوجه، يعني ترسم وجه وما تديرلاش الملامح، أو ترسم الحيوان أو الإنسان مقطعا بحيث لا يعيش على هذه الهيئة، يعني تدير شيء إما أن تمسح الملامح وتجعل الجسد كاملا، أو تقطع الجسد على صفة لا يمكن أن يحيا بها، فتكون خرجت من الخلاف إن شاء الله. معنا اتصال الأخ سالم من الزاوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم طيب يا شيخ، كيف حالك؟ بارك الله فيك، لله الحمد. أنا استفسار يا شيخ، السؤال اللي جبت عليه أنت في آنفا، نعم، لما قلت يعني يتصدق بها، نعم، ويعني إذا كان هو مش مؤمن يعني مش مسلم يعني كيف يتصدق بها؟ يعني شنو استفاد بها والعمل؟ هو إذا كان مسلما يتصدق بها على نيته فيصله الثواب إن شاء الله، وإذا كان مش مسلم هو تخلص من مال حرام لا يجوز له أن يكتسبه. يعني العامل ما استفاد شيء يعني. إيه لكن حتى أنت ما تأخذش المال الحرام، المال الحرام هذا ليس من يعني حقك. يعني ما يكونش عليك إثم. أيوة تتخلص منه. باي بارك. بل سؤال ثاني يا شيخ، كفارة اليمين يعني لما بيحلف بالله حالف اي نعم، هذه شنو كفارته يعني؟ من حلف بالله على شيء حلف حانث على شيء يريد أن يفعله مستقبلا ولا حاجة فعلها وقال أنا ما فعلتهاش حلف؟ لا حلف لا شيء، ما هو يعني ما درتش يعني دار وقال أنا ما درتهاش. تمام إن شاء الله تسمع الإجابة. هاي الأخ يونس من طرابلس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ من السنة هل الأجر للثواب يصل إلى الوالد، الصدقة تصل إلى الوالد المتوفي؟ الصدقة تصل إلى الوالد المتوفى؟ نعم.
نعم. شكرا شيخ. عفوا. معنا الأخت أمل من مصراتة. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيوخنا وبارك الله فيكم. ولو سمحت لي عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، شخص يعني رابع سنة على التوالي يمشي للأراضي المقدسة لقضاء ممارسة الحج، هل يجوز إني مثلا إني نتخذ حكم إني مثلا إني زورته وتهنيته وأيضا ناخذ من حاجياته حكم في الحاجة هذه؟ زوج هذا؟ لا، هو قلت شخص أقارب يمشي كل تو رابع سنة يمشي للحج هو ورئيسه بالكامل، يعني حوالي 10 من الأسرة. نعم. هل يجوز لنا إن نمشي نهنوه وناخذه من حاجياته ولا لا؟ يعني يمشي على حساب، مش على حساب هو طبعا، على حساب الدولة. يمشي واعد ولا شن يدير هو هذا؟ لا لا، يمشي لأن عنده مركز في الدولة مخصص لهم، المجلس الرئاسي مخصص لهم يعني أفراد يعني تسوق كل سنة. السؤال الثاني، لما نعرف حكم استعمال الرموش، الرموش الصناعية هل تدخل في حكم الوافرة ولا لا؟ إن شاء الله تسمعين إجابة. بارك الله فيكم. إن شاء الله. وفيكم. معنا الأخت هناء من طرابلس. أيوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مثلك يا شيخ. تفضلي. أنا في رمضان حامل بهي. وصلي أيامات فيه نزيف. كيف؟ في يوم صلي كي نزيف شوية بهي. أي به؟ في أول يوم نحسب هذا إن الجنين خلاص ما هوش طاير منه، افطرت فيه بهي. وين مشيت عند بالله في نبض وقاعد عايش الجنين. لكن هو كم عمره كان هذاك الوقت؟ في شهرين بداية. ما فيش إجهاض؟ لا لا، هذا قلت باي افترت فيه يوم باهي وباقي الأيامات يجي فيه نزيف شوية يعني، لكن كملت فيه يعني ما افترتش فيهم، قعدت أمصيم. اليوم اللي افترتي فيه عمدا هذا لأجل أنك تظني أن هذه دورة؟ لا، مش ولا تعبتي؟ قلت هذا إجهاد خلاص. إيه معناه ما يجوز لكش صوم. والأيامات الأخرى صمتي؟ وباقي الأيامات وين عرفت إن الجنين عايش واحد صمت، قعدت نصيم فيهم. تمام. بس يشيني يعني طوالنا أيامات اللي افطرت هذا بنعاود، قلت أكيد يوم افطرتي؟ يوم. إيه والأيامات اللي صمتهم. إيه خلاص، تسمعي الإجابة. صح ولا إني نعاودهم؟ تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك. معنا الأخ محمد من مصراتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا نصاب الزكاة. نصاب الزكاة؟ لا، نصاب الزكاة. الزكاة واحد حق. يا أخ محمد مش واضح، أنت تسأل عن نصاب الزكاة كم ولا شن سؤالك؟ لا، نصاب الزكاة. مش واضح. عندي مصرف تزكي عليه. عندك فلوس تبي تزكي عليهم به؟ بارك الله فيك. ومر عليهم حول. مر عليهم حول. الحول يمر واحد محرم. به؟ ايه. السبت اللي فات، الاسبوع اللي فات، زاد من 5000 حاجة جديدة. وانت حولك في واحد محرم. واضح ان شاء الله، تسمع الإجابة. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. معنا الاخ اسماعيل من طبرق. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ان شاء الله. حياكم الله وبياكم يا اخي. يا شيخ عندي سؤال في علم الميراث. تفضل. معروف ان اصل النقلة كما يعني اشار العلماء في حل المسائل ان عند وجود مقامات في النقلة. مقام واحد. نعم. مقام واحد ولا اثنين؟ لا، هو عند وجود اكثر من مقام الطريقة المعروفة التباين والتداخل والتوافق هذه طرق معروفة. اي نعم. لكن عند وجود وصية، اذا كانت هناك وصية في النقلة كيف يكون اخراج اصل النقلة؟ وصية لغير وارث. نعم، إذا كان هناك مثلا شخص أوصى له الميت بالخمس أو بالسبع أو بالثمن، فكيف يخرج أصل المسألة مع باقي المقامات الأخرى للورثة؟ تمام إن شاء الله. تشكر يا شيخ، بارك الله فيك.
الأخ سليم من مصراتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن وجزاك الله كل خير. وفيكم إن شاء الله يا أخ سليم. عندي ثلاثة أسئلة قصيرة لو سمحت يا شيخ عبد الرحمن. لا تفضل. على بركة الله نبدأ بالسؤال الأول. نعم. ما الفرق بين الكيل والميزان؟ الكيل والميزان. نعم شيخ عبد الرحمن. سؤال ثاني، أم زوجة الأب هل تعتبر من المحارم؟ أم الزوجة. أم زوجة الأب. أم زوجة الأب. أها. هل تعتبر من المحارم؟ أها. السؤال الثالث، ما حكم أخذ العربون في المعاملات؟ وهل يجوز بيع العربون؟ تمام. تسمع الإجابة. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. وإياكم إن شاء الله يا أخ سليم، بارك الله فيك. إذن الأخت اللي تسأل عن الرسم، قلنا الأولى أن ترسم وجها من غير ملامح أو ترسم جسما مقطعا بحيث لا يحيا بهذه الكيفية. تقول هل في فرق لو كان الرسم كاملا أو لبعض الأجزاء؟ هذا أجبنا عنه. وهل يفترق الحكم بين رسم الرجل للنساء أو المرأة للرجال؟ ما فيش بأس. وماذا لو كانت الراسمة امرأة وما ترسمه نساء دون وجود ملامح الوجه؟ هو الحكم ليس الرجال والنساء، لأن مش قصة العورة والنظر الآن، قصة هل في هذا الرسم تحدي لخلق الله عز وجل فتسري عليه أحاديث النهي عن التصوير والوعيد الشديد فيها أو لا تسري، هذا هو يعني الخلاف. أما إذا كان مثلا رسم شيئا عاريا أو كذا فهذا يحرم لنشر الفاحشة لا للرسم. أيوة. ماذا لو أنها تحتوي على إبراز مواضع الفتنة؟ هذا لا ينبغي، لأنه من إشاعة الفاحشة والفتنة. الأخ محمود يقول شخص بنى منزلا فوق منزل أبيه ويشهد على ذلك حتى الورثة، ولكن أباه لم يكتب له المنزل، ما دارولاش ما وثقوش الكتابة، وبعد وفاة الوالد أراد بعض الورثة اعتبار المنزل من التركة. هذا يا أخي الكريم، إذا كان الوالد أعطاه لك على وجه الهبة، يعني قال لك خود ابني هنا وهو لك، أو كان في العرف إن لما يعطي عندكم في العرف الوالد لما يعطيه يقول له ابني فوق الحوش، يعني هبة وتمليك، هذا ليس للورثة حق فيه، يعني الورثة عندهم حق في الدور الأول اللي كان فيه الوالد، أما الدور الثاني اللي أعطاه لك الوالد وبنيت فيه فليس للورثة حق فيه. باي كيف بنديره؟ يا إما تبيعوا المنزل كله أو تبيعوا الدور الأول وتخلصوا فيه، تقسموا الميراث على الدور الأول، أو تبيعوا المنزل كامل ويشوفوا المنزل إذا كان دور واحد كم يساوي، وإذا بني عليه دور ثاني كم يساوي، فأنت تأخذ حصتك في الدور الثاني بروحك، والدور الأول تتقاسم مع إخوتك الميراث. أما إذا كان في العرف والعادة عندكم أو علم من القرائن أن الأب لم يهب لك البناء وإنما يبيك تبني وتسكن لين تشري أرض أو لين تكمل بناء أو لين واحد من خوتك يكبر هو يقعد فيه، فهذا ليس على وجه الهبة، هذا قال لك ابني بس، فنعم يدخل في الإرث إذا كان الحال هكذا. الأخ سالم من الزاوية قال شن كفارة يمين واحد يحلف على شيء أنه ما فعله وهو قد فعله، فعل شيء في الماضي وبعدين حدث ظرف ما خاف خشية من المشاكل فحلف أنه لم يفعل ذلك الشيء، هذا يا أخ سالم يمين غموس لا كفارة فيه، هذا مش كف، ما فيش كفارة، هذا جزاؤه والعياذ بالله غمسة في نار جهنم ما لم يتب. لابد الإنسان يعظم حق الله عز وجل ولا يحلف بالله كاذبا لمخافة الناس أو لإرضائهم ولا يبالي بحق الله سبحانه وتعالى. هذاك الكفارة لما نقول أنا مثلا والله ما نكلم فلان أو ما نمشي للمكان الفلاني بعدين نحن، فهذا تجب فيه الكفارة. أما إذا كنت حلفت كاذبا والعياذ بالله حلفت بالله كاذبا فهذا لا كفارة فيه، وهو يمين غموس يجب التوبة منه والاستغفار يعني العزم على عدم العود لمثل ذلك. الأخ يونس من طرابلس يقول هل الصدقة تصل إلى الوالد المتوفى؟ نعم يا أخ يونس، تصل الصدقة إلى المتوفى بإجماع المسلمين، لا خلاف في ذلك. الصدقة إذا تصدقت بها ونويت بها
نويت أنها عن والدك المتوفى فإنها تصل إليه وأجرها عظيم. الصدقة والدعاء والاستغفار لم يختلف العلماء في وصولها إلى الميت، وإنما اختلفوا فيما دون ذلك. الأخت أمل من مصراتة قالت واحد عنده واسطة في الدولة ويذهب إلى الحج 4 سنوات على التوالي بعائلته، تقول هل يجوز تهنئته والأخذ منه؟ أول حاجة يعني الذهاب إلى الحج بهذه الطريقة إذا لم يكن له غرض، إذا كان الشخص مقتدر ماليا وأراد أن يكثر الحج والعمرة على حسابه وكان الوضع يعني كويس في بلاد الحرمين فلا بأس أن يكثر من الحج والعمرة بماله. أما إذا كان الحال هكذا أن الأموال تصرف لقتل المسلمين فالأولى أن يقتصر الإنسان على حجة الفرض وعمرة ويكتفي بذلك. فما بالك إذا كان هذا الشخص لا يذهب من ماله الخاص وإنما يتخوض في مال الدولة ومال العامة من الناس، لا يجوز له أن يذهب ولا يذهب إليه لتهنئته ولا يؤخذ منه ما جلبه. السؤال الثاني تقول حكم استعمال الرموش الصناعية، هذا من الوصل المحرم للشعر لأن الرموش كالشعر، فالرموش الصناعية هي وصل للشعر ولا تجوز. الأخت هنا من طرابلس تقول هي حامل في رمضان نزفت قليلا فظنت أن الجنين سقط وأنه لا يصح له الصوم فأفطرت عمدا، تسأل هل ماذا عليها فيما فعلته؟ الأصل في الإفطار عمدا أنه حرام ويجب فيه القضاء والكفارة، لكن هي تأولت وظنت يعني بنزول الدم أن الجنين قد سقط وأنه لا يصح له الصوم، فهذا تأويل لكنه ليس صحيحا، لكن هذا يرفع عنها الكفارة إن شاء الله، فيجب عليها أن تقضي يوما مكان هذا اليوم ولا يجب عليها الكفارة. الأخ محمد من مصراتة قال عندي مبلغ من المال تجب زكاته في 1 محرم، والآن يقول قبل أسبوع دفعت المال وخصم مني في الفيزا، كيف بنزكي على المال هذا لما بنحسب المال اللي عندي مثلا 2000 دينار ولا 3000 اللي خصموهم منا، هل يزكي عليهم دينار باعتبارهم دينار ولا يزكي عليهم دولار باعتبار ما سيجلبه هذا المال، هذه الصفقة متاع الصرف شن المال اللي بتجيبه؟ نقولوا له يا أخ محمد 1 محرم وقت وجوب الزكاة، إذا كان يعني لم يتحول المال إلى دولار ما جوكش يعني ما تحولتش القيمة، إذا كان ما قصوش منك، إذا كان قصوه معناها إذا كان قصوا القيمة واقتطعوها فتزكي دولار، تنتظر تزكي على المال اللي عندك الدينار بس، وبعدين لما تجيب الفيزا وتقبض ما فيها من دولارات تزكي، إما أن تخرج دولار وإما أن تخرج قيمة الدولار في سعر السوق كم يساوي، مش في المصرف، مش بقداش صرفت، قداش يجيب الدولار من مال وقت إخراج الزكاة فتخرج عن الدولارات. أما إذا كان قاعدين ما خصموش إلى 1 محرم قاعد القيمة ما انخصمتش فتزكي دينار لأن الخصم بعدين بيجي بعد الحول. الأخ إسماعيل من طبرق يقول أصل المسألة في الميراث إذا كان في المسألة فرض واحد ربع فقط أو نصف أو ثلث فهو يجعل أصل المسألة، إذا كان في المسألة فرضان مثلا أو أكثر فيأخذ إما بتماثلها إذا كانت وحدة وإما بالتوافق وإما بالتباين يضربوها في بعضها، والتوافق يضرب نصف هذا في كامل الثاني. لكن هو اللي سأل الأخ إسماعيل إذا كان فيه وصية لغير وارث، الوصية لا علاقة لها باستخراج المقام من المسألة لأن الوصية أصلا تخرج قبل أن نقسم الإرث، العلماء يقولوا لما يتوفى الميت يقولوا أول حاجة تجهيز الميت، ما لا يؤخذ منه لتجهيزه الكفن والحنوط والمغسل كان عنده أجرة، وبعد ذلك وكذلك القبر إذا كان في بعض الأماكن والبلدان يبيعوا في القبر بيع فهذا من تجهيز الميت وهو أول ما يصرف فيه مال الميت، كان ما عنداش الميت بعدين
قرابته أو مال المسلمين، لكن هو ماله أول ما يجعل في تجهيزه، بعد ذلك انتهى التجهيز ننتقل إلى الديون، بعد أن نشوف ما عليه من ديون، مهر زوجة مؤخر، ديون للناس يريدونها منه فنخرج الديون، بعد ذلك ننظر إلى الوصايا، كان هو موصي وصية لغير وارث فنخرج الوصية، بعد أن نخرج الوصية نجول الميراث. آخر حاجة يجمعها العلماء في كلمة تدوم، الأربعة هذه يقولوا تدوم، التاء التجهيز والدال الديون والواو الوصية والميم الميراث، فالميراث يعني لا ينتقل إليه إلا بعد إخراج الوصية، فكان هو فيه وصية ما لهاش علاقة بإخراج المقامات، وإنما يخرج خمس ماله ابتداء وما بقي من المال هو الذي يقسم بين الورثة. الأخ سليم من مصراتة يقول شنو الفرق بين الكيل والوزن؟ الكيل زي ما نقوله مثلا الصاع، أو إحنا عندنا نقوله المرطة، يعني مش هي كم توزن، مرات تحط فيها شعير مثلا فتكون خفيفة، ومرات تحط فيها زي ما نقوله مرات تحط فيها حاجات يعني شعير، ولا تحط فيها زيتون المرطة هذه، فيكون وزنها مختلف. فالكيل هو يعني وعاء معين يوضع فيه مكيل، مثلا زي ما قلنا زيتون ولا شعير ولا كذا، مثلا عندنا الصاع أربع أمداد، قد تكون هذه الأربع أمداد من الرز يعني أثقل من أربع أمداد من الشعير وهكذا، يعني مش وزن. هذا الكيل المرطة احنا نقول لها التناكم تاع الزواج مثلا، هذا كيل المرطة، يوضع فيه الشيء فيقولوا هذا كيل مرطة، يعني ما وضع فيه من شيء مكيل، يعني إلى يعني التناكة هذه معبية، قد تزن في الشعير مثلا 25 كيلو، تزن في غيره 30 كيلو كذا، يعني هذا المكيل. أما الوزن فلا يختلف، بنجيبه كيلو رز ولا كيلو شعير، قد يكون كيلو شعير شوية وكيلو الرز هلبة، لكن الكيل يوضع في وعاء معين فيعني ينتج عنه هذا. إذن هذا الفرق بين الكيل والميزان. الثاني يقول أم زوجة الأب، نعم هي من المحارم لأنها محرم لأبيك فهي محرم لك. ثالث حاجة يقول أخذ العربون، مثلا أنا نبي نشري سلعة معينة، نقول أنا نبي السلعة هذه ونخاف أن بيبيعها، نخاف أن يبيعها، فنقول لا يا أخي أنا هذا عربون الحق السلعة 100 دينار، فأنا بنعطيك 10 دينار عربون الآن، والتسعين غدوة لما بنجيب نتم البيعة نعطيك التسعين. هذا يسموه الفقهاء بيع العربون، وهو جائز إذا كان الشخص أتم السلعة فيكمل التسعين، وإذا كان رد السلعة فيجب رد 10 دينار ليه ولا يجوز أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون. نخرج إلى فاصل ثم نعود للإجابة على ما تبقى من الأسئلة بإذن الله تعالى. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به نور. مش بعض العلماء الآن لا هم لهم إلا دار الإفتاء، علماء جهة معينة ما أفتت في شيء إلا في دار الإفتاء، ما قال دار الإفتاء شيء إلا هم ردوه تشظي. لماذا؟ قالت لهم دار الإفتاء وأنا شاهد، اكتبوا شيئاً يوحد الليبيين ونحن نوقع، اكتبوا شيئاً شرعياً يوحد الليبيين ويرفع عنا الدماء وأنتم مكتبوحين وقعوا معكم، والله ما أبوا، وحضرت المجلس. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به نور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. معنا الأخ محمد من البيضة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخ محمد. شيخنا أنا خريج
دراسات إسلامية وعندي حب شديد يعني للتفقه والفقه عن المذهب المالكي. الحمد لله. فحبيت نستفسر منك مشاورة في أمرين. تفضل. للأسف الشديد يعني في خلال دراستنا للجامعة ما استفدنا شيء يعني من خلال يعني كانت الدراسة ما هيش على مذهب معين يعني. يعني أحيانا السنة الأولى تأخذ فقه بلوغ مرام، بعدين سنة ثانية مرات فقه كتب مقارنة، سنة ثالثة ما فقه حنفي. لكن ما كانش في تركيز على المذهب المالكي اللي هو مذهب البلد. اي نعم. فبعد الجامعة يعني اجتهدت يعني للأسف اجتهاد شخصي لقلة ما فيش يعني ما كانش في مشايخ يمكن الجلوس عندهم وقراءة المذهب المالكي عليهم. نعم. فاجتهدت اجتهاد شخصي في الفترة الأخيرة اني يعني حفظت متن الأخضري. ما شاء الله. وجبت شرح هداية المتعبد السالك للآبي. وكانت الوسيلة الوحيدة للتعلم عندي هي الانترنت فقط للأسف الشديد. كنت نتبع في الشيخ عصام المراكشي، الشيخ سعيد الكمري، الشيخ الروكي، المغاربة. ثم الحمد لله يعني أكملت ابني عاشر وأكملت العشموية وفي حاليا في أسهل المسارك. لكن مركز على قضية الحفظ، نحفظ المتون وفهمت ما يمكن فهمه وبعض الأمور هيك تعثرت علي. فنبو منك نصيحة شيخنا، هذا الطريقة اللي ماشي عليها طريقة مضبوطة أو خطأ أو لماذا تنصحني يعني إذا كان الواحد يعني حتى يكون متفق على المذهب المالكي يعني. حاضر إن شاء الله يا أخ محمد، أسأل الله أن يعينك ويوفقك يا رب العالمين. معنا الأخ من؟ هناء، الأخت هناء. نعم. ايه ايوه. نعم. نعم. انا اللي سألت بكري بهي واني حامل في رمضان. نعم. واني قلت لك انا افترت نحسب ان الجنين ما صارش، انت جاوبتني على السؤال هذا ولا؟ نعم. ونبي قلت لك انا في الايامات الثانية صار لي فيهم نزيف لكن قعدت مكملة صيام. صحيح صومك ما في شيء. نعم صومك صحيح. يعني ما نعوداش. ايه ما تعوديش. هذا النزيف شكرا. ناقض للوضوء فقط لكن لا يفسد الصوم. ايوه. اها شكرا. السلام عليكم. عفوا. معنا الاخ عبد الله من مسراته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك شيخ، جزاك الله كل خير ان شاء الله. وفيكم يا رب العالمين. بارك الله فيك شيخ. بالله لما تاخذ القيمه نتاع البطاقه نتاع اطباء الاسره هذه بشكل مباشر يعطيك الفلوس اللي في البطاقة وياخذ منك البطاقة مباشرة يعني. يعني تبيع البطاقة لشخص ولا كيف؟ ما فهمتكش. ايه يعطيك مثلا البطاقة فيها. من هو اللي يعطيك؟ هو تاع المحلات هذوما اللي ياخذوا في نسبة معينة على. ايوه يعني انت تمشي للمحل تقول له هذه بطاقة فيها 3000 دولار مثلا، يقول لك انا بنحسب لك مثلا الدولار ب 4 جنيه ولا 3 جنيه و90. هيك تقصد ولا؟ ايه تمام. ايه تسمع الإجابة. السؤال الثاني شيخ، انا عندي في نقول لا حول ولا قوه الا بالله 3 مرات بعد كل صلاه، والصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام 10 مرات بعد كل صلاه. انا ما نقصدهاش من الاذكار اللي بعد الصلاه، نقصد اني مش ما ننساهاش نداوم عليها بس يعني. هل هذه تعتبر بدعه ولا لا؟ ان شاء الله تسمع الاجابه. شكرا جزاك الله خير. وياك. معنا الأخت أم محمد من بنغازي. أيوة معك ولدي. نعم تفضلي. نقول المشكلة نقول الاستفسار. إيه نعم تفضلي. أنا بنستفسر إن جوزي ميت له تو قريب 4 شهور ولا 5 شهور. مسيب الحمد لله أموال ومسيب بيت من 4 حوافظ ومسيب ثقتين وصار. فهل يحق لي أنا أو أكبر عيل عندي، طبعا عندي 5 أولاد، أكبر عيل عندي عمره 25 سنة، فهل يحق لي مستقبلا أنا سوى نستنفع بالثمن بتاعي لكن بعدين ما نسيبش للورثة، نسيبه مثلا للأوقاف ولا لا؟ باعتبار أن عيالي ما زالوا أيتام وصغار. اللي مات هذا زوجك؟ زوجي. مات زوجك وخلى مال، أنت شن تبي توا؟ شن سؤالك؟ مات أنا نستفسر طالما أنا حية نستنفع في مثلا في حد في سكنة البيت وفي، لكن هيك قدام إني منين بنموت نبي نوصي. أنا توا الوصية بنديرها من توا،
ولاجل عند الله يعني. فهل يحق لي اني نكسبه ما خليش للورثه نكسبه للاوقاف ولا لا؟ انا بنكسبه من اول يعني نصيبك بس مش البيت نصيبك. لا نصيبي بس لا نصيبي بس. واضح ان شاء الله. معنا الأخ رمضان من طرابلس. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك يا فضل الشيخ. الله يحييك بارك الله فيك. فضل الشيخ أنا علاج في الفترة الماضية وكان معي بطاقة 10,000 وكان معي مبلغ آخر. لما ذهبت للبلاد اللي عايش فيها ال10,000 ما وصلتش فيها يعني ما زال قاعدة. ما صرفتهاش. نعم. اي ما صرفتها شيء وننوي الذهاب مره اخرى للعلاج لان الدكتور قال ترجع. فهل عليها زكاة هذه ال 10,000 ام لا؟ فات عليها حول. لا ما لها شهرين تو. ها؟ ما لها شهرين تو اقل من شهرين. واصلها المال الاصل المال الاصل صرفت به تم التزكية عليه المال الاصل. انت عندك حول معين وما زال ما وصلش الحول. لا الحول جاء وزكيت عليه. زكيت عليه حتى عليه البطاقة. لا البطاقة ما زكيتش عليها، البطاقة طلعتها قبل الزكاة. البطاقة يمكن بشهر ولا طلعتها قبل الزكاة. ايوه. اي معناه مفروض حتى شهر باعتبار اصلها حال عليه الحول، معناه حتى هي وجبت فيها الزكاة. هي خصمت من الحساب قبل يعني قبل الزكاة. ايه كويس، لما خصمت من الحساب كأنك تاجرت في جزء من المال وهذا المال جاب لك ربح في نهاية الحول. وننوي العلاج بها مرة أخرى يعني فدلني أخوي الشيخ الله يخليك. تمام تسمع إن شاء الله الإجابة يا أخ رمضان. معنا الأخ صلاح من مصراتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير شيخ عبد الرحمن. أهلين يا أخ صلاح تفضل. نهارك مبارك. الله يبارك فيك. يا شيخ توا في شخص تعاملنا انا وشخص عرفت قلت له والله قلت له طلعت من فمي قلت له علي طلعت من شيء ما اول مره نلفظ فيها انا عرفت شنو قلت؟ شنو قلت؟ قلت الشخص هذا علي طلعت من شيء وفي ثواني جاء عرفت هو عادة نصه ما يجيش بكر ما عندوش مواعيد حلفت بالطلاق انه يجي هو الشخص ان الشخص هذا ما يجيش وبعدها جاء وانت لما قلت ما يجيش تقصد توا ولا عامه ولا شنو بالضبط؟ لا هو اصلا متعود ديما ما عندهاش مواعيد عرفت؟ هو قال لك بنجي هو قال لك بنجي انت قلت له مش حتجي وتبي تاكد لانه مش حيجي؟ لا انا وشخص عرفت؟ قلت له الشخص هذا ما عندهاش مواعيد هاي طلعت ما يجي هو اول مره نرفضها انا عرفت؟ وهو جاء انا متجوز انا وهو جاء هو جاء ما قلتش ثلاثه ولا حاجه لا ما قلتش شيء وحتى حلف بالله اصلا ما نحلفش بيه انا لكن ربك سبحان الله انت تسمع الاجابه اول مره نلفظ بها تسمع الاجابه ان شاء الله بارك الله فيك وفيكم معنا الاخ اسامه من طرابلس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حيا الله استاذ عبد الرحمن حيا الله حياكم الله وبياكم بارك الله ونسال الله يبارك فيك المستمعين والمشاهدين وياكم بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن سؤال بس عليك احنا خلف الرجال قاعدين في موقع المحاولة هي يكون في المكان اللي فيه من المواطنين العاديين مثلا يجيب لك صندوق حليب ولا عصير ولا بسكويت يكون في مش مستحق يعني في الموقع في موسم الموقع لكن الناس مش مستحقين وانه هو يضطر يجيب مش مثل هيك يا أخي أسامة مش واضح زين أنتم مرابطون خلف المقاتلين ومرات يجوا ناس يعطوكم صندوق عصير ولا حاجة ولا ماكلة به بالضبط هل يجوز هني أن الأخوة اللي في البوابة يروح بيوتهم ولا يحطوه لمكان الرباط اللي فيه تمام إن شاء الله تسمع هذا السؤال الأول هنا السؤال الثاني يا شيخ عبد الرحمن هل البيع يا شيخ عبد الرحمن مثل قال هل ممكن محل نتعامل معاه انه يكتب فاتوره ويوكل لها والله انا من امنه مثل ما خافش منه انا لما امنتها مثلا ويجي بعد فتره يقول لا المبلغ مش هو نفسه هو يصير بيني وبينه خلاف هل نلجو للحلف والله كيف يصير بيناتنا تتعامل انت مع محل وعندكم فاتوره بضاعة ولكن لما تكون بنات الثقه مفتوحه يعني خلاص تقول لي مثلا 300 خلاص اقول لك 300 تغيب عليه فتره يجي تقول يقول لك لا المبلغ مش 300
هو يصر وين يصر يعني، هو يقول لي لا مثلا 150 او ما فيش مكن، وانا نقول له كذا يعني حلت معي مره واثنين. شنو الواجب فيها شيخ عبد الرحمن؟ حلف ولا تترك ولا كيف يعني؟ ان شاء الله تسمع الاجابه. الله الأخت أم محمد قالت عندها زوجها مات وترك إرثا ما شاء الله، قالت بيوت وكذا، فقالت أنا حاليا نستنفع من البيت أنا وولادي والأملاك، ولكن أنا نبي بعد يعني نبي نوصي بعد عمر طويل إن شاء الله في طاعة الله، تبي توصي بنصيبها ليكون وقفا لجهة معينة، مسجد أو طلاب علم أو كذا، لا بأس بأن توصي بما لا يتجاوز الثلث. يعني مثلا هي نقول زوجها ترك أموالا وعقارات وكذا بقيمة مثلا مليون مثلا، وهي كان نصيبها مثلا 150 ألف من الإرث، فهي يعني لها أن توصي بثلثها يعني بما قيمته 50 ألف من إرثها بس، فلا يجوز لها الإيصاء بأكثر من ثلث المال لأن فيه إضرارا بورثتها، لأن بعد عمر طويل لما هي تبي تتوفى بيرثوها صغارها، فإذا كان قلنا المال كله يمشي للوقف وصغارها بيتضروا في الثلثين الباقيين، فهي لها أن توصي بالثلث لا يتجاوز ثلث المال والباقي من حق الورثة، حتى لو أوصت به كاملا يخرج ثلثه فقط ولا يعني يجاز ما فوق الثلث إلا بعد أن يوافق الورثة. كان الورثة قالوا لا عادي إحنا أمنا وصت به كامل نبو نمضوا وصيتها، هذا يعتبر الثلث وصية والثلثين الباقيين هذا يعتبر تبرع منهم هم بما يعني جاهم من نصيب أمهم من الإرث. أما إذا كان في حياتها الآن خدت نصيبها وأعطاتها كل يعني للوقف هذا عادي، لأن تصرفت في مالها حال حياتها لها أن تعطي كل مالها، لكن إذا كانت بتوصي ليس لها أن توصي بأكثر من ثلث المال. الأخ رمضان من طرابلس قال أنا مشيت للعلاج ورفعت معي فلوس ورفعت معي بطاقة 10,000 دولار، ولكن ما احتجتش للبطاقة فرجعت بها، ويقول عندي الآن رجوع آخر بنعالج بها، هل تجب فيها الزكاة؟ أولا هو يا أخ رمضان أنت مثلا حولك في 1 رمضان مثلا ولا 27 رمضان، مثلا نقول 27 رمضان الحول متاعك، فأنت كل ما يجي 27 رمضان تبي تخرج الزكاة. أنت يوم مثلا في شعبان ولا في رجب قبل ما يجي الحول اقتطعوا منك من المال متاعك باش يصرفوا لك الدولار في المصرف، وبعدين جاء رمضان أنت حتى لما ما اخذتش البطاقة وجبت فيها الزكاة، فأول ما تقبضها وتجيب ما فيها من المال يجب عليك أن تخرج الزكاة عنها بالدولار مش بالدينار. مثلا هي فيها 10,000 دولار ما نقولكش أنت صرفتهم مثلا ب 39,000، الآن هم مثلا يجيبوا 41,000 بتزكي على قيمة 41,000، فبتزكي كأنك تبي تبيعهم الدولارات كم تخرج من الزكاة، وكون الإنسان يحتاجها للعلاج هذا لا يرفع عنه حكم الزكاة. صح أنت بتعالج لكن هي 2.5% يعني ليست بذاك الشيء الكثير اللي يعرقل عليك موضوع الزكاة. كان صرفتها قبل ما يحول الحول صرفتها في علاج أو أي شيء آخر فلا يجب فيها الزكاة، لكن ما دام هي موجودة أثناء الحول فلا بد من إخراج زكاتها. الأخ صلاح من مصراتة حلف بالطلاق على أن فلانا لن يقدم، مش هيجي فلان يقول لي صاحبة عليه الطلاق فلان ما هو جاي، بعدين فلان هو كان من عادته يعني أنه لا يأتي للمواعيد ويتأخر، فهذاك اليوم جاء. نقول للأخ صلاح أول حاجة ينبغي عليك أن تبتعد عن لفظ الطلاق في لسانك لأنه من أيمان الفجار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت. الطلاق مش لعبة يعني الشباب يديروا فيه في الكارطة وفي الكورة وفي فلان جاي وما جاش، هذا من التلاعب بالعصمة. العصمة هذا شيء شرعي مقدس يعني ما يلعبش به لعب، هذا يعني رباط الزوجية، ميثاق غليظ سماه الله عز وجل، فينبغي للزوج أن يحسن
يعني يحسن التعامل مع هذا الميثاق. أمتى يشرع الطلاق؟ لما الزوجين يوصلوا إلى طريق مسدود ومعاش يقدروا يعيشوا مع بعضهم وما فيش فائدة، يلقوا كل واحد في اتجاه وعارفين أنها حتزيد الفرق. بعدين لما يفكر كويس ويستخير ويستشير ينطق بلفظ الطلاق ويحل العصمة وهو غير نادم، فيبحث عن فتاوى لإرجاعها. لكن أن تجعل هيك ألعوبة، هذا مما لا ينبغي. ينبغي أن يترك الشباب هذا العبث وهذا الاستهتار. لكن ما دام قلت يا أخ صلاح والشخص حنتك وجيه، فقد لزمك الطلاق، لأنك علقت وقوع الطلاق على قدوم فلان وفلان قدم. فما دام قدم معناها لزمك الطلاق، فوقعت عليك طلقة، كان عندك طلاق سابق يضم له هذا الطلاق، وكان ما عندكش طلاق سابق هذه طلقة أولى. فتجيب زوج شهود وتقول اشهدوا أني رجعت زوجتي إلى عصمتي، وتعتبر زوجتك رجعت لك. وإذا لم تفعل ذلك يعني افعل ذلك الآن إذا لم تعاشر زوجتك، أما إذا عاشرتها فقد رجعت بالفعل اللي هو الجماع وأصبحت في عصمتك مرة أخرى، ونفد من رصيدك الطلقة هذه. الأخ أسامة من طرابلس يقول احنا مرابطون لكن ليس في مكان الجبهة، يديروا في بوابات خلفهم وينظموا في سير المواطنين ويسكروا في الطرق اللي يبدأ فيها مشاكل وقتال، ويوجهوا الناس من وين يطلعوا من الطريق حفاظا عليهم. فيقول مرات احنا بعض الناس يجيب لنا واحد صندوق عصير، واحد شيء من الأكل، واحد كذا. أول حاجة أنتم مثل المرابطين في الجبهة، أنتم على ثغر حتى أنتم، فالذين يقاتلون هم اللي في الصفوف واللي يدعموا فيهم بالأكل واللي الطاقم الطبي اللي يعالج فيهم واللي يجيب لهم في المال يدعم فيهم، كلهم مجاهدون، ويعني يجوز لهم الأخذ من هذه العطايا من الناس. لكن اللي يجيب لكم شيء هذا في البوابة ويقول لكم هذا لكم، ما يجوز تروحوا به للبيت، هذا تنتفعون به في هذا المكان، فلما تمشوا جيتوك اللي بعدكم هم ينتفعوا بالشيء هذا، لأنه لم يدفع لك لأنك فلان، وإنما دفع لك لأنك مرابط. فما دمت مرابطا في هذا المكان يجوز لك الأكل منه، حتى كليت الأكل كله أو شربت العصير كله، لكن لا تذهب به إلى البيت، لأن هذا زي ما قلنا كأنه أوقفه في هذا المكان. الصدقة لما أعطاها للبوابة كأنه بيقول هذه راهو لأنكم تقفوا في البوابة، مش لأنك فلان أعطاك فما ترفعهاش معاكم للبيت. تاني شيء يقول عندي يعني تعامل لي ومحل، ويعني مخلينها على الثقة، فيقول لي عليك 300 عليك 400 عليك كذا. فيقول اختلفنا هل نلجأ إلى الحلف ولا لا. أول حاجة الشرع حكيم، لأنه أمر بالكتابة على سبيل الندب، يعني قال فاكتبوه، إذا تدين بلاجه مسمى فاكتبوه، يعني الكتابة تحفظ الحقوق وتضمنها وتدفع الاختلاف، عش يبدأ عندنا خلاف لما يبدأ كل شيء مسجل. فينبغي الأخذ بهذا الأمر المستحب. الإمام الشافعي رحمه الله يقول فإن الله خلاق البرايا، عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وانت المال اللي عليك هذا قيمة البضاعة هو من الدين، فينبغي أن توثقوا هذا الدين حتى تدفعوا الخلاف بينكما. لكن الآن وقد حدث فالقول قوله، هو يقول لك هذا عليك الثمن كذا، هذا ما عليك، فأنت لأنك صدقته واستوثقته فأنت الملزم بدفع ما يطلبه، وإلا فكان بإمكانك أن تكتب حتى لا يعني يحدث الخلاف بينكما. وصلنا الآن بإذن الله تعالى إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي، فهو درب به نور.
Mm-hmm.